نعم، أني كنت أراهن وأعول على الأمريكان أن يسقطون نظام قتل 4 ملايين إنسان، ما مو دائما أقول من أهلي 21 واحد، لا لا لا، 4 ملايين عراقي. راح تقول لي شلون 4 ملايين؟ تقدر تعطيني دليل إنه 4 ملايين قتل صدام؟ نعم أعطيك دليل. شلون ما أعطيك دليل؟ باعتراف صدام ومادلين أولبرايت إنه الحصار قتل 2 مليون. إن شاء الله تقول لي الحصار ما له علاقة صدام فيه وما له دخل. شلون ما له؟ هو شلون انفرض الحصار؟ مو من غزة الكويت وقالوا له اطلع لنوجه لك عقوبات، وهذا ما رضى يطلع ووجهوا له العقوبات لو انا غلطان. ذاك اليوم 1990 واغبى قرار في تاريخ العراق، ولدى حاكم سياسي غبي ودماغ سز جابك على الكويت لك التغير. متى تعظم تجارب التاريخ؟ المهم هاي 2 مليون بالحصار، 1 مليون بالحرب العراقية الإيرانية، هاي 3 ملايين. 3 ملايين بقى عندنا 1 مليون الرابع، صح لو لا؟ طيب. إحصائية الأمم المتحدة 150 ألف في عاصفة الصحراء عام 91، 252 ألف يعني 250 ألف إعدامات، 182 ألف كردي برزاني ذبحهم صدام. وأخيراً في الحرب 2003 لحد الآن نتحدث عن رقم 100 ألف ضحية. صار 1 مليون رابع لو ما صار 1 مليون رابع؟ صار 1 مليون رابع. وهذا تريدني أنا النظام يقتل له 4 ملايين أسكت عنه؟ هذول اللي إجوا الشيعة اللي الآن يحكمون من 2003 لحد الآن. لا لا اسمعني، من اللي جابهم؟ قتلوا 1 مليون. من اللي جابهم؟ بس خلي أكمل. هذول قتلوا ربع العدد اللي قتله صدام. هذول قتلوا 1 مليون عراقي تسببوا في ذبح 1 مليون عراقي، وأني الآن أرد أروح لأمريكا يجيبهم مرة ثانية يسقطون هذولا. طبعا ما أدري الأمريكان راح يسمعوا لي، راح يجون يجازفون، ما أعرف، راح يستمرون باختيال زعماء الميليشيات، وهاي يعني في النقطة كل سهية حتى لو هاي هم أقبل بها. يعني مو الغزو قوات وما شنو احتلال مثل ما تسمي وذولا يسموه، مو لا ما أريد هالشكل. استمروا كتلوا بهم، أجهزة كلش حلوة وجديدة يعني اللي جاي تقتل وتتبع. زين هذولا قتلوا بس 1 مليون والعالم كله صاح، العالم كله الآن يصيح من عندهم شوف صدام 4 ملايين والتساكت لي عنه. لا، كان مسؤولية أخلاقية وشريفة وعظيمة أطاحت صدام. ما يفيدوا يا أخي، يا غير عجيب هذا، أقول لك ما يفيدوا يا كل شيء ما يفيدوا يا، لا فادوا يا انقلاب، لا فادوا يا ثورة، لا فادوا يا مؤامرة، لا فادوا يا محاولة اغتيال، لا فادوا يا قزر قرط مرض. اللهم كان ما يمرض، ما أعرف ليش عجيبة يعني. الله الآن مو جاب لنا هذا المرض كوفيد 19 كل إحنا كتلنا، ولو خلانا قاعدين ببيوتنا كتل صدام شنو وصلت 70 سنة؟ لا قتلت، لا دزيت لمرض، لا سرطان، لا نعل، لا عجيبة يعني كل الدنيا السماوات ويا صدام. زين أدري أنا شلون أنا أردزيلة أنا في هذا الجانب.